ما عندها أي علاقة أيا تكن بالدين الإسلامي الحنيف. ونختار مبدئيا نقول على مشكلة المجتمعات الجامدة، والمجتمع الموريتاني من أبرز هذه المجتمعات، أنها لا تقرأ، لا تطلع، ما تبحث في سيرورة المجتمعات القديمة، لكنها تطلع على طبيعة حياتها وعلى طبيعة ثقافاتها وعلى طبيعة الظواهر اللي كانت محيطة بها، من أجل الاطلاع على جوانبها العقدية، من أجل الاطلاع على جوانبها الروحانية، من أجل الاطلاع على سيرورتها الحياتية بشكل شمولي. لكن نفهم ذي المجتمعات كانت عايشة بس من حالة، معتقداتها كانت شنهي، طقوسها الدينية أو التديناتية كانت شكيفة، جوانبها الروحانية كانت كيف، ممارساتها العقدية كانت شكيفة، اكسترا اكسترا اكسترا. وهذا شيء مهم جدا، إياك أن نقدر نفهم هذه الظواهر الروحانية وهذه الباتولوجي اللي تتعلق بالولاية وبالصلاح وبالحجاب وبالكرامات وبالبركة جايتنا من منين. وكيف قلت لكم على أنها بعيدة كل البعد عن الدين، الدين الإسلامي لا علاقة له بهذا إطلاقا، ما عنده أي علاقة به، ما عنده علاقة بالولاية، ولا عنده علاقة بالصلاح، ولا عنده علاقة بالحجاب، ولا عنده علاقة بالبركة، ولا عنده علاقة بشيء يسوه هو شنو هو من هذول من هذه الباثولوجي. وكيف قلت لكم إياك أن نقدر نفهم القضية أكثر، فرض أن نقتوها تاريخيا. لماذا نقتوها تاريخيا؟ لأن هناك مجتمعات قديمة هي اللي كانت تمارس هذا النوع من الممارسات، وياكنا نعود متأكدين من ذا، فرض أننا نعود مطلعين نقرأه. أنا دائما ندعي الشباب الموريتاني، خصوصا لأنه هو حامل شعلة الغد، هو جيل الغد وجيل اليوم. أقرأ، عود مطلع، ابحث في سيرورة المجتمعات القديمة، ولا تبحث لا في جانب دون بقية الجوانب، لأن الصورة عندما تتفكك تفقد جزء منها يكمل الحقيقة كلها حول هذه الصورة. وبالتالي لا بد تبحث عن الصورة من جوانبها المختلفة، ابحث عن حياة المجتمعات القديمة على الجوانب الاقتصادية، الجوانب الثقافية، الجوانب العقدية، الجوانب كل شيء، ابحث عن المجتمعات القديمة في كل من كل جوانبها الحياتية، ولا تكتب بجانب دون جانب. إياك أنك تقد يعني تطلع أعلن هذه الظواهر اللي يمارس الشعب الموريتاني اليوم، والله يمارس مجتمعك اليوم، ما هي جاية من فراغ ولا عندها علاقة بالدين، وكانت تمارس ما قبل الدين الإسلامي، ما قبل ولادة محمد عليه الصلاة والسلام. ولانا لا ينبعد بعيد، لا ينقبل التاريخ من قريب، طبعا ما قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقال لنا قبل جوانب تاريخية قريب. وطبعا هذه الممارسات وهذه الباثولوجيا اللي نتكلموا عنهم كانت تمارس ما قبل تلك المجتمعات بآلاف السنين، هي أزلية وجودها في العقل البشري كانت منذ الأزل ويعاد إنتاجها من جديد. ولين قبلوا على سبيل المثال للحصر المجتمعات الإسكندنافية، إسكندنافيا كانت تطلق على النرويج على السويد وعلى الدنمارك، هذه من أبرز الدول اللي كانت تشكل إسكندنافيا، أو ما يسمى ب المجتمع المتوحش أو البيئة المتوحشة، لأنها فعلا المجتمعات اللي كانت تسكن فيها مجتمعات متوحشة ولا هي خاضعة لنسق ديني إلهي حقيقي تعيش عليه، ما عندها قوانين إلهية حقيقية تعيش عليها، وبالتالي عندها الكثير من الآلهة، بعضها حسي وبعضها ذهني وبعضها مادي. من بين الآلهة الحسية اللي كانت تعتنق هذه المجتمعات، على سبيل المثال منين يظهر النجم مضيء أكثر إضاءة من بقية النجوم، والله يوخذ نجم شايط شاعل فيه النار
وهذه ظاهرة دائما نلاحظها فلكيا، وهي مجرد ظواهر فلكية. والله تعود الشمس في حالة معينة، والله يعود القمر في حالة معينة. هذه كلها ظواهر تمثل عند هذه المجتمعات رسائل إلهية. كذلك منين يشوفوا كائن كيف خنزير والله كيف دابة أيا تكن فيها تشوه معين، هذا بالنسبة لهم يعتبر رسالة إلهية، وبالتالي ينبغي التبرك والتقرب من هذه الدابة. كذلك منين يخلق عندهم والله يعود عندهم كائن بشري فيه تشوهات معينة، يحافظ عليه، يربى على أساس أنه رسالة إلهية تحمل معها بشرى عظيمة لسعادة ورخاء المجتمع، وبالتالي يا الله ينعس عليه، يا الله تربى ويا الله يحافظ عليه لين تكبر تلحق سن معينة حتى أنها تبدأ فتقدم بركاتها وصلاحها واستنطاقها للغيبيات، وهذا هو الأهم عندهم هم بالنسبة لها، تحمل الكثير والكثير جدا من استنطاق الغيبيات التي تتعلق بمصائرهم الحياتية على الصعد المختلفة. وبالتالي يتم الاعتناء بهذا الشير اللي مشوه إلين يكبر. وطبعا في صيرورة تربيته يثبت في دماغه على أنه فعلا إله، وعلى أنه فعلا يحمل الكثير والكثير جدا من الآمال ومن استنطاق لوقائع غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويبدأ منين يكبر يبدأ رسالته، وطبعا منين يبدأ عمله كإله أو كمحدث عن إله أو كحامل لرسائل إلهية، يجتهد هو اللي بدوره من خلال مواكبته لحياة المجتمع. هو طبعا مدرك لطبيعة المجتمع، لذهنيات المجتمع، لثقافة المجتمع، ذاك اللي يبغي المجتمع، ذاك اللي ما يبغي المجتمع، لطموح المجتمع، وبالتالي هذا كله يستخدمه هو كآليات من أجل الإجابة عن بعض الأسئلة أو من أجل التنبؤ ببعض الوقائع والأحداث. وهذا شيء مهم جدا. وكانت هذه المجتمعات، مجتمعات اسكندنافيا الكبيرة، كانت تعيش على هذا النوع من الانساق العقدية، وكانت تؤمن بها بشكل يقيني جدا. خاطئ عن هذه الحالة العقدية أو هذا الجانب العقدي هي ما عندها شيء ثاني تعيش عليه، ما هو السلب والاقتتال، بس ما عندها شيء يسوى وشنو هو تعيش عليه، ما هو السلب والاقتتال. ما عندهم أي ثقافة أخرى ذكية قبال تكلم عن التاريخ مهمة. أساسا التاريخ ركز على أنهم ما هم واحدين فيه، ما هو السلب والاقتتال فيما بينهم كقبائل، وكل قبيلة عندها أن شيف دو كلان، يعني عندها زعيم. كل قبيلة والله كل شريحة والله كل فئة عندها أن شيف دو كلان، عندها زعيم هو اللي يسير أمورها، وهو اللي يسن القوانين، والله يقوم بتنصيب شخص هو المخول في إصدار القوانين المتعلقة بالعقوبات أو بإصلاح ذات البين أو بالبيوع أو بالمواثيق أو بأي شيء يتعلق بسيرورة هذا المجتمع. وطبعا أحكامه لا اعتراض عليها، وفي بعض الأحيان قد يعتبر زعيم القبيلة أو زعيم الشريحة قد يعتبر إلها، خصوصا يعود عنده رصيد من التسيير ومن الضبط والحكامة مضبوط بالنسبة للمجتمع، يعتبر على أنه قاع مقدس إلهيا، وعلى أنه تم اختياره من طرف الآلهة. الآلهة طبعا اللي ما هي موجودة، ما هو في ذهانهم هما، وكيف قلت لكم تتمثل في آلهة حسية وآلهة مادية. الآلهة المادية هي اللي تتعلق بظاهرة شمسية أو ظاهرة قمرية أو ظاهرة نجمية أو ظاهرة يعني اختلال خلقي في أحد معين سموه إلها وباتوا يقدسونه ويعظمون كل إصداراته. هذا النوع من الأمور منين تبحث في الآلهة، يعني في العقيدة المسيحية أو في العقيدة الساكسونية، وفي العقيدة خصوصا العقيدة الساكسونية
لي كريتيان عندهم نفس لي باثولوجي، على الرغم من انهم ظهر فيهم المسيح عيسى بن مريم وجاب لهم يعني تعاليم إلهية حقيقية، جاب لهم أنساق حياتية مضبوطة بتعاليم وقوانين إلهية حقيقية، على الرغم من ذا كامل ما قدوا يتخلصوا من ذيك الظواهر وذيك الأذهان وذيك الأفكار وذيك الباثولوجي اللي جاي مكتوتة من بعيد. كانوا دائما حتى أنهم رفضوه هو واعتقدوا أنهم صلبوه وقتلوه، وكيف قال القرآن أنهم شبه لهم، ذا كامل عدلوه. لماذا؟ لأنهم فهم الكثير والكثير جدا من الباثولوجي ما يقدروا يتخلصوا منها. عقدة لإله البشر أو الإله الكائن ما يقدروا يتخلصوا منها. فرض على من يعود فهم وسيط بشري يختاروه هم اللي حدوه، ولاهم سامحين هم اللي بأي حد ثاني يعود هو واللي محدوه. وطبعا من أكبر التناقضات على أن ذا الوسيط اللي حدوه هم واختاروه هم حسب تكييف معين ومن خلال عوامل معينة ومن خلال دوافع معينة، بالرغم من ذا كامل هم معترفين أن الله حي لا يموت، يا غير ما يقدوا أبدا يتخلصوا من عقدة الوسيط الكائن أو الإله الكائن. وبالتالي هذا جاي مكتوت من قريب. أنا نكلمكم عن هذا كتمهيد، أرجو لأن الفكرة منه تعود وصلت، إياكني نعتلكم على أن هذا الباثولوجي تموا يقتوا إلين وصلوا للقبائل العربية ما قبل ظهور الإسلام. طبعا من نقرأ عن التاريخ، تاريخ القبائل العربية، نجبروا على أنهم كانوا عايشين بنفس النسق اللي كانت عايشة فيه الشعوب الاسكندنافية، نفس النسق، ما عندهم أي شيء واحد فيه ما هو الاقتتال والسلب، وهذا معروف وموثق تاريخيا. وفي نفس الوقت عندهم آلهة من الحجارة وآلهة من الخشب وآلهة من التمر وآلهة من يعني عندهم كائنات، يعني عندهم آلهة مختلفة من كل شيء يختارونها حسب أمزجتهم وحسب أهوائهم وحسب تصوراتهم العقدية الحسية والمادية. وتم الحال على ذاك إلين ارسل مولانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يكن يطرح حد نهائي لهذه الاختلالات العقدية وهذه الاختلالات الروحانية، ويطرح قانون ضابط لسرور الحياة البشرية، وهو الدين الذي اختاره الله للناس كافة. وتعرفوا، وهذا موجود في التاريخ، تعرفوا لأنهم أباوا ليس كرها بما جاء به محمد وليس كرها لمحمد لأنه لعمهم يعرف أنه أمين، لكن كرها للتخلص مما ألفوا عليه آباءهم من قبل. وهذا هو نفس اللي خلق للمسيحيين ونفس اللي خلق لليهود ونفس اللي الأمم كاملة ما تقدر تتخلص من عقدة الإله الكائن أو الكائن الروحاني إطلاقا، لأن الإنسان محكوم، الإنسان الغير مدرك، الإنسان الغير واعي، الإنسان الغير متعلم محكوم بذيك الروحانية وبذيك الجوانب العقدية التي تسيره في كل مساراته الحياتية. بين الكائن البشري يبغي دائما البحث عن صيرورة الخفي، ذا الخفش كيفته، يبغي دائما يجبر الرجاج يعني يوهمه، حتى وإن كان مدركا أنه كاذب يقال هو محتاج أنه يجبر الرجاج يوهمه بالقدرة على استنطاق الغيب، لأن الإنسان محكوم بالفضول في أنه يعرف الغيب ذا اللي فيه شن هو الغيب اللي الصبح وغيب المعاملات وغيب كل شيء، يبقي فهم ذاك الفضول اللي فرض عليه من يتمم لازم. ومن أجل إطفاء نار هذا الفضول كانت هذه الخصلة ملازمة الكائن البشري منذ قديم الزمان، لأنه يختر إنسان معين بمواصفات معينة حسب أمزجته وحسب أهوائه
مهم على أنه قرر هو والله قرر المجتمع على أن هذا الشخص شخص مبارك أوتوماتيك ما وتوف. وطبعا ذم عوامل معينة تزيد اقتناع الإنسان أو مجموعة ناس ببركة هذا الرجل. هذه العوامل كيف قلت لكم قبيل قد تتمثل في تشوهات معينة بالنسبة للمجتمعات الإسكندنافية اللي كانت الإله عندها فرض عليهم يعود فيه مارا، سواء كان إلها حسيا أو ماديا. وبالنسبة للمجتمعات المسلمة فرض عليهم اللي يعود عنده مارا، وطبعا مارة المجتمعات المسلمة أعلنوا يعود متدين ولا لحية ولا عمامة، والله مولد معلق تسبيح، والله معلق مجموعة من 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 التمائم اللي هي الكتب. المهم أنه فرض عليهم يعود عنده مارا، لا بد يعود يتمثل في تصور معين من أجل أن يصير مباركا ورجلا صالحا. طبعا اليوم الكثير من الناس لم يعد يعير كبير اهتمام لتلك المظاهر، مثلا راجل بلحيته ومعلق تمائم ومعلق، ياسر من الناس قاعد كافر بهذا النوع من الباثولوجي، مع أن البعض من المجتمع الموريتاني إن لم يكن جله ما زال مؤمنا بهذه الظواهر وهذه التمثلات. يا غير في قديم الزمان ما كان يقدر قاش قاع يكذب عن ذا والله ينكره إطلاقا، لأن العقل القديم كان مهيئا منذ سالف الزمان للإيمان بيقينية بهذا النوع من التمثلات، لأن الناس كاملة قررت على أن هذا الشخص مبارك، هذا الشخص كلامه كلام آلهة، هذا الشخص منين يتنبأ برواية لا يتخلق، وبالتالي فرض عليكم تآمن به، ما عندك خيار ثاني. وهذا بعيد كل البعد عن الفطرة الدينية التي استنها الله واختارها للناس كافة، ما عنده أي علاقة بالدين. ولا فم مجموعة من الأديان على فكرة أرسلها الله إلى عباده، هناك دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ولا قط مولانا أرسل نبي ولا رسول إلا بدين الإسلام، والجوهر في هذا الدين أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الجوهر في الدين ما هو على أنك تتمثل تمثلات تديناتية معينة، كأن تحلق نصف شعرك، ولا تعلق تمائم، ولا تعود عندك رداء، ولا تعود تجر إزارك بطرة مثلا، ولا بلحيتك كبيرة، ولا عندك عصا ماسكها، لا إطلاقا. ما فرض عليك أبدا تعود تتمثل بتمثل معين، لكنك تعود مؤمن بالله ومؤمن بالعقيدة أو بالشرعة والمنهاج الذين اختارهما لكافة الناس. تعود إنسان عادي طبيعي، ما أنك متمثل بأي تمثل، ومؤمن بالله عز وجل وبكل الرسل والأنبياء والملائكة والكتب السماوية، وهذه الكتب السماوية لا تحمل في طياتها إلا دينا واحدا هو الإسلام. ما فهم دين يسمى بمسيحية، ولا فهم دين يسمى يهودية، ولا فهم دين، هذه كلها عقائد، هذه مجرد مذاهب عقدية، هذه كلها مذاهب عقدية أو طرائق عقدية، لكن الدين عند الله الإسلام، ولا قطر سل نبي ولا رسول ما هو الإسلام. والإسلام ما عنده علاقة بهذه الباثولوجي، ما عنده علاقة بالأولياء، ولا عنده علاقة بالكرامات، ولا بالصالحين، ولا بالحجاب. والغريب لأنه حتى ما بعد الإسلام والتاريخ ومختلف العوامل التاريخية أثبتت، أو المعطيات التاريخية أثبتت بما لا يدع مجال للشك، أن الإسلام الحقيقي، الإسلام الحنيف، مات بموت النبي عليه الصلاة والسلام. جميع المعطيات والمؤشرات تدل على ذلك، جميع الوقائع والأحداث التاريخية تدل على ذلك، أعلن الإسلام الحقيقي مات بموت النبي عليه الصلاة والسلام. ما بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو عصر مليء بالصراعات
من أجل السلطة، مليء بالنزاعات، مليء بالمناجزات بدافع الحمية العصبية أو نعرات جهلاتية إلى غير ذلك من الدوافع والأسباب. يعني ما عنده علاقة بالدين الإسلامي إطلاقا. والعصر العباسي ذا قاعد يخلق فيه أذاب كل ما قبله، لأنهم حازوا على جميع ذاك اللي جبروا من شيء عند الأمويين وشعلوا فيه النار، ثم استنوا دينا جديدا، دينا يقوم على بعض المفاهيم التي لا علاقة لها بالدين الإسلامي. الأمويين عدلوا الكثير والكثير جدا من التشوهات، يعني أحدثوا الكثير من المحدثات في الدين الإسلامي، ومارسوا الدين انطلاقا من أهوائهم وتصوراتهم، واستنوا قوانين بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي لكنها تتماشى مع رغباتهم ونزواتهم. يقرقع العباسيين ذا اللي عدلوا وطن من ذكاء، العباسيين حازوا لذا كامل وذابوا ذوبوا شعلوا فيه النار، واستنوا هم أنفسهم كملاك جدد وأسياد جدد، استنوا قوانين جديدة وأحدثوا حتى لا نسميه دينا، أحدثوا ممارسات عقدية جديدة، وأدرجوا أفكارا عقدية جديدة، وفرضوا على الناس أن يمارسونها، وكان اللي آبى كامل ينكتل، وكانت فم خطب تعبئ الناس وتحثهم على سلوك هذا الدرب، كان اللي رفض كامل ينكتل. في هذا الزمن، في هذا العصر اللي هو العصر العباسي، بدأت مرحلة إحياء الثقافات القديمة الماضوية، وبدأت الناس ترجع للنسق البشري القديم الذي يؤمن بهذه الخرافة، هم لا يعتقدون أنها خرافة، حتى على أنهم في بعض الأحيان يصطدمون بالمفارقات العجيبة التي تدل أنها خرافة، لكنهم يرفضون أن يؤمنوا بأنها خرافة. فرض عليهم أن يعود هناك أشخاص يحملون كرامات معينة، ولهم إنجاز لنا القول أن لهم دلالا على الله، وأنهم يستنطقون الغيب، ويمكن أن يتنبؤوا بما تحمله طيات الغد. وبدأت فكرة المشيخة تولد بذلك اليوم، وبدأت فكرة التبعية العقدية تولد بذلك اليوم، وبدأوا حالات كبيرة جدا من إحياء الأفكار الجاهلية. وهذا كله منين تلاقي ينقد في التاريخ؟ إياك إن ما نمشوا قاع بعيد في الأزمنة، في أزمنة التواريخ الماضوية القديمة، نلحقوا مجتمعات اسكندنافيا نجبروه مطابق. ويمكنكم أن تقرأوا، يمكنكم أن تطالعوا تواريخ المجتمعات الإسكندنافية وتقارنوها بتاريخ العربي في الجاهلية، نفس الشيء، كوبي كونفر، نفس الشيء، نفس الممارسات العقدية، نفس اختيار الآلهة، أنماط اختيار الآلهة، نفس تقديس هذه الآلهة، نفس العمل بمقتضى قول هذه الآلهة أو باختيارات هذه الآلهة، نفس الشيء، نفس الشيء. حتى أن بعض مجتمعات اسكندنافيا عندما قررت أن تغزو الساكسونيين في ممالك إنجلترا، إنجلترا كانت مجموعة من 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 ممالك، فيها ممالك متعددة، منين قرروا أنهم يغزوها؟ لاصطدام، ما كان اصطدام عرقي، ولا كان اصطدام ذودا عن الحمى والعرض، بقدر ما كان اصطداما عقديا، لأن الساكسون ذي المجتمعات اللي جايتهم قالوا لهم على أنهم منين يؤمنوا بمعتقداتهم، على أنهم قاع مرحبا بهم وسهلا، أنهم هم أراضيهم شاسعة، وقدوا يعطوهم بريدات منها يحرذوها ويعيشوا فيها بسلام. يقال شرطة أن يؤمنوا بمعتقداتهم. طبعا المجتمع الاسكندنافية اللي جاية غازية الساكسون أبات، بالنسبة لهم قاع على أن الإله، أن العقيدة اللي يؤمن بها الساكسون على أنها ضحكتهم، بس من حيث عندكم إله واحد، أن هذا قاع ضعف. اعتبروا على أنهم
ضعاف حتى اللي عندهم لا إله واحد، وأعلنوا بولو طبعا عقيدة الساكسون، أعلن المسيح ابن الله، اعتبروا أعلن هذا ضعف، أنهم هم عندهم الكثير من الآلهة، وأنهم كل شيء عندهم له آلهة، عندهم آلهة للحب، وعندهم آلهة للحرب، وعندهم آلهة للسلم، وعندهم آلهة للممارسات، يعني كل شيء عندهم له آلهة، ولأن هذا يميزهم، يميز تنوعهم هم الثقافي حسب عقيدتهم، يميز ثرائهم العقدي والديني حسب مداركهم، وبالتالي اعتبروا أن الساكسون ضعاف، فواصلوا غزوهم، وخلقت بينهم صراعات دامية فيها مئات الآلاف من البشر. وراهما في النهاية لا يتعقب الثورة المسيحية أو الثورة الساكسونية تفرق على شعوب اسكندنافيا من إنجلترا وفرنسا روسيا، هذا كامل لا يعقب يرجع على بلدان اسكندنافيا ويغزيها ويحتلها زاد هو مدي وينشر فيها الديانة المسيحية. الدافع دائما كان الدين، الأمور كاملة كانت مطبوعة بطوابع دينية، الخلافات كاملة كانت قائمة على محاور عقدية، طبعا كانت هناك مصالح يقار، هذه المصالح مبطنة اللي مظهر إلا الجوانب الدينية، لأن معروف على أن الإنسان أكثر أسرع خضوعه للجوانب العقدية من خضوعه للجوانب الضبطية القائمة على تنظيمات أو قوانين معينة. منين تعيط لقايزر كتير وتقول له فم قانون يقول كذا وفم ضوابط تقول كذا وتنظيمات تقول كذا، إلى عاد اللي ماشي معاك 500% يدور يقول لك بعد دور رد التخمام، والله يعطيك شقارة في شيء، والله يعطيك مقترح، والله يقول لك بدل ذا، والله زيد ذا، والله انقص. يا قارئ عند منين تقول له إذا قالوا الرسول، والله إذا قالوا الإله، سفين ما تعرف من كلام، كل شيء يوفق من الساعة اللي يعود القضية عندها علاقة بجانب روحاني، هذا قالوا مولانا، والله إذا قالوا الرسول سفيني القضية وفات. Tu auras le laissez passer et tu auras l'approbation totale de ce verdict ou de cette loi. ما تلفهم أي اعتراض. وهذه النقطة اللي كانت منذ القدم معاملة للشعوب من أجل إخضاعها. هذا هو اللي كان معاملة للشعوب من أجل إخضاعها. دي باثولوجي ريليجياز. بس. والمجتمع الموريتاني ما هو نشاز من المجتمعات، لأنه خليط، يعني المجتمع الموريتاني مزيج من المجتمعات الأخرى، ذي فيه من 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 العراق كلها جاي من حواضن وأوعية اجتماعية أو عرقية معينة، لها ثقافة وتاريخ معين، يعيش على باثولوجيات دينية وعقدية معينة، وكلها جايبة معاه خليط من الأمزجة العقدية، خليط من الذهنيات العقدية والدينية، وكلها مرفق بممارسات معينة أو ثقافة معينة، وله نشاز من العالم. وبالتالي لا تستغربوا أنكم تشوفوا فكرة الأولياء وفكرة الصالحين وفكرة أهل الكرامة والبركة في المجتمع الموريتاني أو في المجتمعات العربية. اليوم قاع الطرائق المسيحية المختلفة، الكاثوليك والكريتيان، يعني طرائقهم كاملة، رجالها مقدسين ولا فيهم الجوقة. الكنيسة اليوم إذا منين تقول الرواية تصبح قانون سائد على جميع البلدان التي تعتقد في نفس المعتقد، لأن هذا الرجل يعتبر وسيط ما بين الخلق وخالق الخلق، وبالتالي الرواية قالها معناها أنها جاية من، يعني جاية من الشرع. يقال أتنسيون منين تعود عندها علاقة بالسياسة التي تخالف منطق الحاكم يتم رفضها بكل يعني بشكل سريع
ويتم إلباس ذاك الرفض بلبوس معين من أجل إسكات العامة إن رأوا أن الرفض يثير العامة. نعود قاع الرفض ما هو مثير للعامة، يتم الرفض وقاع وتنتهي القصة خلف الكواليس من دون أنه يظهر لعامة الناس. وحتى وإن أظهر العامة يقدروا يقتلوه، لأن القضية اللي تتعلق بالحكم ما فيها الجوقة، لا سلطة للجوانب الدينية أو الروحية على جوانب الحكم. يقال يتم استغلالها وتوظيفها من أجل إخضاع عامة الناس ولا. وحد مولي ما هو ماشي مع السلطة في ذاك الممشى يتم تحييده، وإن جاب ما يسكن بالذاني وإن دار البلوين قال هذا دانت نسخة منه، هو مبارك ورجل صلاح وكرامات وما إلى ذلك. بالنسبة للصقاع للنسخ الكراماتية والصلاحية اللي عندنا احنا هنا في موريتانيا، فحدث ولا حرج، احنا قاع عندنا فوضوية في كل شيء، احنا كل شيء عندنا فيه فوضوية، حتى في الولاية وفي الكرامات وفي الصالحين عندنا فوضوية في كل شيء، حتى في الأولياء، الأولياء عندنا ياسم الأولياء، والصالحين عندنا ياسم الصالحين، وأهل الكرامات عندنا ياسم الناس كلها عنده كرامات. احنا فوضويين في كل شيء حتى في هذه الجوانب. قال لك فلان ذاك ولا فلان وخيرت. ثم اسألوا أنفسكم قليلا، المجتمع الموريتاني اليوم منين تقول له فلان ولا فلان يقول لك وخيرت وخيرت ذاك بشكل تلقائي، سبحان الله بشكل تلقائي، فلان ذاك ولا فلان وخيرت والله إلا وخيرت، هو يعود عن سالو بار إن قال لك وخيرت. والغريب على انك مالك لا يتجبر رقاج يقعد شويه مع راسه ويسور راسه، انا لماذا نقدس هذا الانسان؟ هذا كائن، لماذا نقدسه؟ شنو هي الاسباب اللي جعلتني نقدسه؟ انا نقدسك علاش؟ لماذا؟ هو الكون كامل مخلقه رب الكون، ورب الكون اللي فرض من شيء ان اعبده ولا اشرك به ولا اشرك به شيئا، وأعطاني شرعة معينة هي اللي تنظم سيروت الحياة بشكل عام، من ضبط وتنظيم وقوانين ومنهاج اكسترا. أنا سمقد ساكن تلاش إنك ولا فلان، سبحان الله لماذا؟ لماذا نجيك ندورك تعطيني بركة؟ لماذا نجيك ندورك تستنطق لغيب معين لا يعلمه إلا الله؟ لماذا نجيك ندورك تعطيني قدرة على الإنجاب أو على تحصيل الرزق أو على صلاح الشان أو على السعادة؟ أو لماذا؟ من أنت؟ من أنت؟ هناك طرائف يحكيها المجتمع الموريتاني واللي سبحان الله تمثل تناقض صارخ جدا ومفارقة عجيبة جدا في إطار الولاية والصلاح. ثم طرف زوينة يقول لك على خالق واحد على أنه جل راعي وطلبوا شيء من الشياه، وقالوا الراعي على أنه ما أعطيها له، قالوا أني ما تعطيها لي نقلب الشياهك عرات، قالوا يلا لي ما حد قاعد تقلب شياهي أنا عرات، تقلب قاعد أنت عرات أغنب شياه وعيش قاعد وتنعم بكل حال. حتى نفس الشيء أنتم تؤمنون بهذه الطرافة وتحكى للصبيان ما قبل النوم، لماذا ما تعودوا متأكدين منها 100% بحيث أنكم ما تلجؤوا شور حد يسوه منه تطلبوا كرامة معينة وبركة معينة؟ والغريب أنك تجبر وحدين الرحم اللي وصاهم مولانا عليه واللي من ضمن الفروض الشرعة الإلهية، من ضمن فروض الشرعة الإلهية ما بين يطبقوها وهما ماشيين قايسين واحد ولي لا يعطوه تسوي ملايين ويصوغوا له سرحة من البر تسوي ملايين وجايبين له الخياط والزرابة وما لذ وطاب، من أجل ماذا؟ من أجل التبرك، من أجل نيل البركة. وهما أهلهم بيتين ما تعشوا وهما 20 رفوقية كادوا
تجبره ما بيصير رحمه باش يعاونهم، وهو مستعد في 30 مليون 40 مليون قايس بها ان سالوبار يخزب الناس بدعوة على انه ولي، والله ان سالوبار يخزب الناس بدعوة على انه صالح، والله ان سالوبار يخزب الناس بدعوة على انه عالم، والله ان سالوبار يخزب الناس بدعوة على انه حجاب. وحنا سبحان الله كيف قلت لكم قبيل، الامثله اللي عطيتكم قبيل عن الشعوب الاسكندنافيه نفس الشيء، على ان الشخص اللي محاط بهذه هالات القدسيه الكبيره جدا هو يخطئ، والناس تشوف اخطائه وتعود فادحه جدا وعظيمه جدا ولا تغتفر، وفي نفس الوقت لا ينقص ذلك من وزنه في نفوس الناس مثقال ذره. شيء عجيب جدا. عندكم لو سالوبار لو فولر اللي ينقالوا علي الفضمه علي الرضا، ذا هو ديسبيرسي دي ميليي زي دي ميليي دو فامي موريتانيا، قابلوا ديارهم وقابلوا ممتلكاتهم بالغش والخديعه والتحايل، وهو راعي بط كعب صحاح. لماذا؟ لانه محاط بهاله من القدسيه. حتى الدوله، حتى رجال الدولة يؤمنون بهذه الخرافة. هو واللي ما لو كان اللي حد ما هو تبغى تصوروا معنا، لو كان اللي حد ما هو علينا الرضا شو اللي عدد له؟ أكيد قاعد يتعود الناس كتلتوا بيدي ما ولا يجبر حد يحتمى فيه، ولا يجبر دولة تساعده كما ساعدت علينا الرضا ومشات الوتاد جندرموري يحموه. والله ما نقتل أكيد بعد دورين ينحبس. علي الرضا شرد الآلاف من الأسر الموريتانية اللي فقيرة وضعيفة يا واجعة، وهو ذا هو مازال يبطش كعبه صحاح يضحك ويجوق ويرقد متمونك ويتعشى ويتغدى ويضحك متمونك مترحم. أنا هو يسخر من الناس كل ساعة مشي قصيدة وكل ساعة مشي تسجيل يزد حول الدمية وحاقرها. ولد دو افتالكم بالكثير من الفتوى اللي ملاها واضح فيه على انه ان نمبسيل ان سالوبار متاجر بالدين، واللي ددو يتفلكم في الكيران وتشربوهم، واللي ددو يتفلكم في الباش وتشربوهم، واللي ددو تسمعوا قصائده اللي يتملق بيها وينافق بيها وتسكتوا عنه. ولد دو تسمعوا إصداراته للفتوى التي تتناقض ويناقض بعضها بعضا ما بين السعودية والإمارات وقطر وتسكتوا له وتقدسونه. والحبيب الرحمن اللي أفتى بجوازي بجوازية الزواج بجنية تقدسونه. أنتم ذلي 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 متخيلكم أنتم أعلنكم تقدوا تغيروا به واقعكم هذا البائس، تقدروا تغيروا به حياتكم دي اللي ركيكة، تقدروا تغيروا به أفكاركم اللي وضيعة ودنيئة جدا وتافهة جدا، تقدروا تغيروا به واقعكم دي اللي ركيك. الشعوب من حولكم تغيرت طورت نمات تقدمت، انتم في الحضيض على الرغم من عندكم جميع العوامل اللي تخولكم بأنكم تتقدموا وتنموا وتزدهروا. تعرفوا لماذا؟ بكم اللي ماكم مدوتوا، بكم اللي عايشين على الخرافة تقدسون الخرافة، وبكم اللي عندكم عقول جامدة لا تتحرك ولا يعني ما تحاول قاع على انها تطور من الأنساق الحياتية اللي تعيش فيها، بالعكس هي جامدة جامدة ما بين ماذا؟ ما بين النفاق والخرافة. ثم تمارسون النفاق السياسي، ثم تمارسون النفاق الاجتماعي، أنتم تمارسون النفاق الديني، أنتم تمارسون مختلف ظواهر النفاق على مختلف الأصعدة، ثم تطمعون أن تتغيروا. ثم ماذا اللي يغيركم شنو؟ بس من حالة لا تتغير. بس من حالة لا تتغير. والحاكم كذاش والوزير كذاش والوزير كذا، هذا كامل لا مبيني غزيته. الحل الوحيد لأن المجتمع
هو الذي يمكن أن يغير. ليس هناك من حاكم أو حكومة يمكن أن تغير من واقع مجتمع ما، بل المجتمع هو الذي يمكن أن يغير من نفسه. المجتمع هو اللي قد يغير واقع، ومن خلال تغيير الواقع قد يغير الناس اللي حاكمته. هذا هو اللي الله الشعب الموريتاني يفهم. لا تموا قاعدين هنا تيها مكتفين بأعلنكم يلا لي مسيان عندنا ذا وذاك ظلم وذاك انقتل وذاك مات بي الظلم وذاك مات بي اللي ما جبر حق وذاك. لا لا يتموا ذا كملكم فيه، لا يتموا ولا فيه، لأن الولولة والأنين والضجيج والشطحات هذا ما يغير من واقع الأمور. وانتم إذا أتوا اللي مؤمنين بالله حق حق، ومؤمنين بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق حق، آمنوا باللي 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 قال مولان، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما هذه الشطحات الأخرى وفلانة قط قالت على إنه فلان حج على مهراز وحج، هذا شو من الكذب الأحمر، شو من الباثولوجي، وشو من الخرافة، وشو من الدجل، راهم واحدين استقناوا منه. ولاني ولاني ولا نتكلم هون من اجل اثاره نعرات معينه، والله من اجل اثاره نقمه من ماده معينه. هذه الاسر اللي تدعي الصلاح والولايه انا عندي فيها اصدقاء ونقيهم حتى واحترمهم حتى، ما هم على انهم اولاد فلان والله من اهل فلان، نو الا انهم اصدقائي، وبيني معاهم الكثير من العيش والملح، وبيني معاهم الكثير من الامور اللي نتقاسموها من محبة ومن مودة ومن الاحترام ومن التقدير. وبالتالي ما نبقي نسمي أسر ياك ما نذير حفيظتهم والله 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 نكدر عليهم. أنا ماني قايل هذا من أجل أني نكدر على حد، أنا قايل هذا من أجل أن الناس حاجة تحل عينيها تعرف على ول فلان وما ول فلان، هذا ما هو اللي يبني الأمم ولا يقدمها إطلاقا. ما خالقة زنف ولا بلقة قط شهدها أي مجتمع في التاريخ أطم الجرمان. انتم ما زلتوا تتكلموا عن بلقة قريش وبلقة العرب، العرب بلا بلقة، العرب شمل البدو اللي كانوا أوباش، حياتهم كانت حياة الأوباش، مدى عايش على السلب والاقتتال وشمل الدفالمي والخزو والخنز والوسخ وقلت الطهارة. أنا مفكرني حد يتفخر بلا، تدري مفخرك شنو؟ تدري أنت مفخرك على أنك كنت من قريش، قريش ما تفخر؟ هذه مدة كانت خير لا سياني حياتي حياة عراد، تعيش في القذارة وتعيش على السلب وتعيش على الاقتتال وعلى شمل الخزو، ما فيه شي فخر على فكرة. ولا تخدعكم النصوص الشعرية التي كانت تمدح هذا أو ذاك وتصوروا تصورات معينة على أن الناس كانت تعيش في حياة من 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 الأناقة ومن الرقي ومن الحضارة إطلاقا. هذه مادة كانت فريمان دي كرابو، هذه مادة كانت رذيلة جدا بكل ما في الكلمة من معنى. هي ما عادت مادة مولين جهة الإسلام، على الأقل عاد تشبه إلى حد ما الآدمية، عادت فيها خصال الآدميين، وعاد تمارس الحياة بمفهوم مضبوط، وعاد تصقل وعاد تطهر. سابق ذلك ما كانت ما هو حالة اللي فخر رقاج وأنا أنتمي إلى عدنان وأنا أنتمي إلى فلان وأنا أنتمي إلى مولانا. أشار في القرآن على أن يوم القيامة لا أنساب بينهم، نسب ما يزي سبيبة، نسب ما يزي سبة، واللي فلان ما تدير بسبيبة ما عندها أي قيمة. أنت واللي فلان والله واللي فلان قيمتك في إيجابيتك وفي حسن أخلاقك، هذا هو قيمتك كبشر. أكحل، أصفر، أحمر، أبيض، شوكولا، قيمتك في إيجابيتك في الحياة، شنو هي إضافتك الإيجابية للحياة؟ بس أنت عندك إضافة للحياة إيجابية، للبشر إيجابية، للمحيطين بيك إيجابية، أخلاقك زينة والله بدي، بس الآخر ما عنده أي قيمة. كانك أنت ولا فلان والله ما أنا كل فلان بس. والغريب
ومن المفارقات العجيبة ومن أكبر مظاهر النفاق الديني التي تمارس في موريتانيا، على أنك تسمع الناس كاملة مؤمنة بالحديث اللي يقول إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وجدت لكم رسول الله عليه الصلاة والسلام خالق أسرة اليوم ذا، طبق ذا الحديث إطلاقا. لماذا؟ لأن العامل الرئيس الذي يسيطر على العقول والأفئدة والأرواح هو العامل المادي. عندك شيء تكون شيء، ما عندك شيء ما تكون سبيبة. والله والفلان ومن الفلانيين اللي أصلا محفور في العقل الموريتاني على أنهم محاطين بهالات من القدسية، وهم يقدوا قاع يضروك ويقدوا ما اللي ينفعوك، والله اسمهم قاع واحد كافي يزيدك، يزيد شيعتك، يزيد مكانتك الرمزية في المجتمع، لأنك مرتبط بواحد من هالفلان. تناقضات صارخة جدا، فوارق عجيبة جدا، مفارقات عجيبة جدا يعيشها الشعب الموريتاني. وعقب ذا يصدوا عليك ويتكلموا لك بالدين، انتم هذا الدين لا يتكلموا عنه شنو؟ ولد الددو هذا اللي يتكلم عن الدين ويتكلم عن ما قال الله ورسوله، منين يجي الصبح حرطاني دور واحدة من ناتو دور يزرقون فوق الدار؟ لأنه ما هو محكوم بالدين ولا هو محكوم بالشرع والمنهاج الإلهيين الذين اختارهما لخلقه سبحانه وتعالى، هو محكوم بالباتولوجي، لأنه يمارس الباتولوجي. لو أنه ما هو محكوم بالباتولوجي ما يعود يمارس الباتولوجي، ما يعود يتفل. والحديث ما اللي يقول لأن ما فهم أحاديث أنا لا أتذكرها، فهم أحاديث تعسس الناس من التمائم ومن وفهم قاع كلام مولانا، فهم كلام مولانا اللي يتعول من التفتيف ومن التمائم ومن العقد اللي هي الحجبات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات في العقد، ناس اللي تدفن في العقود التمائم وتعدل منهم حجاب. انت لماذا تود عندك باش وياك على انه يمررها يعطيها لسي باسي؟ قالكم على انه ينقالها الرقية، على انه كلام مولانا، كلام مولانا لا بد لكم تتفلوا بوش. هذا بعد قاع في الحقيقة، هذا مضحك على الكلام مولانا اللي مشاه قانون ومشاه من أجل تنظيم الأنساق الحياتية انطلاقا من منهاج وشرعة إلهيين ينقبض ويعود ما عنده قيمة، ما هو لا ينتفل قيمته، لا يلين ينتفل ينقرأ وينتفل حد يعود عنده قيمة. هو في الأساس ما هو ممشي ياك أنه ينقرأ، هو في الأساس ممشي ياك أنه يدبر في معانيه وينعمل بمقتضى ما جاء فيه، لأنه قانون. كلام مولانا قانون منظم للحياة، منظم للحياة بمختلف جوانبها بما فيهم الجانب العقدي. تقبلوا أنت وتعدل منه أن كاموفلاج إياك أنك تسيطر بها على عقول عامة الناس من السذج والدهماء والغوغاء اكسترا. شيء غريب جدا. وبالتالي نختار نقول أعلن الولاية ولا الصلاح ولا الكرامات، هذا كامل ما عنده أي علاقة بالحقيقة، هذه كلها خرافة. ما بمشين قالوا ولي آش، والناس اللي من سذاجتها ومن جهالتها تقول لك مولانا قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله الذين يؤمنون بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، الذين يؤمنون بشرعة الله ومنهاجه، هذا هم أولياء الله، لأنهم استولوا الله في عقيدتهم وشرعتهم ومنهاجهم، ولم يجعلوا الشيطان لهم وليا، بل جعلوا الله لهم وليا. هذا هو معنى الكلام. ما معناها على أنهم أولياء اصطفاهم الله من دون بقية الخلق؟ والله أنهم عندهم كرامات معينة، والله على أنهم عندهم قدرة على استنطاق مضامين الغيبيات إطلاقا. من أين أتيتم بهذا التفسير؟ ومن أين أتيتم بهذه الذهنيات وهذه الأفكار؟
وشنو معنى رجل عنده كرامة؟ كرامتاش، ما فهم كائن عنده كرامة إطلاقا، ولا فهم كائن عنده بركة إطلاقا، بركتاش، كلها يشتغل راسه، كلها يشتغل راسه، شغلتين، شغلة دنيوية وشغلة أخروية، وشغلات الثنتين محكومات بالقيم الإنسانية والأخلاقية، من دونهم ما فهمش إطلاقا. لأن الشرع والمنهاج الإلهيين اللي جبهم القرآن أساسا قائمات على على القيم الإنسانية والأخلاقية، أساسا قائمات على القيم الأخلاقية والإنسانية، لأن من دون القيم الأخلاقية والإنسانية ما خلقش. حد مقتنع بالأولياء والصالحين والبركات والكرامات إنسان جاهل بما في الكلمة من معنى. وأنا شخصيا أدعوه أنه يقرأ وتوف، ما مخسر عليه شيء، ومن يعود يبقي فعلا يبقي يجبر الحقيقة. والسبب اللي خلاه يقتنع بالولاية ويقتنع بالكرامات ويقتنع بالصالحين لا بيعز الحقيقة، يقرأ دور تعرف على أنك لدي واحد فيه شمن اللي باتولوجي وشمن الخرافة، ما عنده أي علاقة بذلك جاب مولانا. والسؤال المحوري والأهم هو انت قاع ذا الولي مقدس ولاش باش قد ينفعك وباش قد يضرك، هذا هو السؤال. والصبح بين يدي الله، من رأيك أنا كلا وقفت بين يدي مولانا لا يتحاسب، تقدت يلحقك من الوقاحة ومن الجرأة اللي تقول لمولانا يا مولانا أنا لا سمعت الناس تقول على إن فلان هذا أنه وخرت به وقت الله اللي قال نعدل، هذا ما تقدر تقول لمولانا، لأن مولانا خلقك دونا عن بقية مخلوقاته بعقل وفؤاد، وخلقك بعقل وفؤاد إياك أنك تدرك الحقيقة، تبحث عن الحقيقة ثم تدرك الحقيقة ثم تؤمن بهذه الحقيقة ثم تمارس هذه الحقيقة فكرا وسلوكا. لذلك ميزك عن بقية المخلوقات بعقل وفؤاد، أن تبحث عن الحقيقة، أن توقن بهذه الحقيقة، وأن تؤمن بها، ثم أن تمارسها فكرا وسلوكا. والحقيقة أن تؤمن بالله وحده لا شريك به، وأن تعمل بمقتضى ما أنزله في محكم كتابه وما اختاره كشرعة ومنهاج، هذه الحقيقة. أما أنك تؤمن بخرافة فلان والله عمامة فلان والله وواحدين تجبرهم لابد حولي يقول لك حولي فلان، وهناك كثير من الباتولوجي تسمع واحدين يقول لك خارج فلان نعرفه منين يجي البليدة يطرح لا حولي ويمشي ما تلاوج من العقارب ولا لحنوش، هذه خرافات يتم ضخها في أذهان النشء ويكبروا عليها كحقيقة راسخة ما يقد تمتحها. والكثير جدا من الباثولوجي يقولوا لك عن الشيخ احمد بومبو على انه رد البحر بدبوسه منين ما صاعته الناس صاعوه الفرقانك صار الكوار باعوا عنه وقالوا عنهم ما هم قابلين يدخل فيهم وعلى انه سحار وانه كذا، قالوا له خالد لك لا ذوك البحر تسكن فيه، انه قام قايس البحر وعاد يصوع بدبوسه لين عدل منه ارض دشرت شدات وبن عليها سكنوا وصبوا عليه وتلمدوا عليه. شو من الباثولوجي والخرافات اللي غريب وعجيب لا يدركه عقل، وعلن واحد ثاني من أولياء موريتانا أنه كذا ويكلم واحد كلم هذا لقان واحد شي من الباتولوجي اللي غريب وعجيب، والناس تؤمن بهذا وتجبر واحدة مرافدك مالها وباع اللي عندها من شي قايسة أن سالوبار كالب عليها لأنه لا هي يحجب لها ياك تجبر التركة والله يحجب لها ياك تتخيل شيء غريب جدا، مرحلة من الجهالة ومن الغباء والعبط غريب وعجيب. وهذا أهله تجبرهم يتلو القرآن ويتكلموا عن القرآن ويقول لك ممونك القرآن جدا.